تدرون عن كم عدد نسبة الوفيات بسبب قص المعدة والتكميم؟ من 7%، يعني من كل 100 شخص 7، يعني تقريبا من كل 10 أشخاص أو 12 شخص واحد، شخص واحد من كل 13 شخص، شخص واحد توفي بسبب قص المعدة، غير اللي يجيهم مشاكل شلل كامل أو شلل رباعي أو مشاكل في المخ والأعصاب أو يعني مشاكل صحية كثيرة جدا بسبب نقص الفيتامينات، لأنه شايل طبقة من المعدة، 80% من المعدة أو 70% من المعدة، وهي منطقة امتصاص الفيتامينات. النسبة ترتفع إلى 37% أحيانا في بعض الحالات وبعض لذلك الدكتور لازم يفحص الطبيب ويعطي لبعض الأطباء ناصحين، يقول لك لا ما أنصحك تسويها، عندك مشاكل صحية، عندك كذا، عندك كذا، جرب التكميم. فيهم نصح وفيهم إخلاص وفيهم بعضهم لا، تجاري يبغاها بالفلوس ويبغى الفلوس وتطز فيك والله حتى ما يتابعك ثاني يوم. أذكر وحالات حصلت ولجان أنه بيوم العملية ما رد عليهم الدكتور أبد، قفل جوال وانتهى، مسوي العملية في مستشفى أهلي، المستشفى يقولوا ادفع فلوس الطوارئ، ادفع فلوس النزف الدم اللي بنقلك وكذا، والطبيب نايم ببيته والله ما رد عليهم.